تخيلوا معايا حملك الطالب الدولة باش انها شمنع تيك توك من المغرب. قربوا نسولكم هذا السؤال، واش من نيتكم ظروف هذا الموضوع مور الجينيري؟ قبل ما ندخلوا في الموضوع كاينين شي حوايج خصنا نحطوهم بلاصهم. اول حاجه، واش هادشي اللي كنشوفوا في تيك توك كاريتي؟ طبعا وهذا الموضوع كنا هضرنا عليه ماشي مره ماشي جوج وقبل ما يكون ترند. ثاني حاجه، واش هاد الناس كيشوفوا الصوره ديال المغرب والمغاربه؟ طبعا لا، حيت ببساطه هاد الجمله كنسمعوها غير في الدول ديالنا، فما يمكنش مثلا تمشي للانجليز وتلقاهم تيقولوا هاد الهضره هذه. هادو راه كيشوفوا بالصوره ديال المغرب والمغاربه، راه خصهم الحبس. شفتوا هما صدقات، حيت الناس ما كيعطيوش للحاجه كبر من قيمتها، حيت بكل بساطه هاد الكائنات كيمثلوا راسهم لا اقل ولا اكثر. ثالث حاجه، واش تيك توك كابليكاسيون هو المشكل؟ طبعا هلا قبل نمشي معكم بعيد ونقولوا الدوله من عاد تيك توك من المغرب، راه هاد الكائنات غادي يهزوا الحديقه ديالهم وغادي يمشيو بها لبلاتفورم واحد اخر. حيت المشكل راه ماشي في لابليكاسيون، ولكن راه في هاد الكائنات عبادي اللي مستعدين يديروا اي حاجه مقابل يرضاو عليهم سيادهم الدائمه. دابا ندوزو للحمله اللي كطالب الدوله باش انها تمنع تيك توك او انها تدخل هاد الناس هادو للحبس على قبل اللايفات اللي كيدير. قربوا عاوتاني نسولك، واش من نيتكم؟ نمشي معكم بعيد عاوتاني ونقولوا ان الدوله جات هاد الحمله على القانا وداروها. نفس الناس اللي دايرين هاد الحمله هادي غادي يعاودوا يديروا حمله واحده اخرى وغادي يطالبوا فيها الدوله باش تلغي هاد القانون على قبل كيقمعوا حريه التعبير، حيت نفس القانون اللي غادي يمنع واحد من انه باغي يكون زرافه في اللايف هو نفس القانون اللي غادي تقدر تمنع به واحد عنده حاجه زوينه وعنده ما يتقى. ونفس الحاجه ملي كطالب الدوله تمنع ابليكاسيون، راه نفس القانون اللي غادي يعطي للدوله الحق تمنع تيك توك هو نفس القانون اللي غادي يعطيها الحق تمنع اي ابليكاسيون اخرى. حيت الحل راه ماشي عند الدوله ولكن راه عندنا حنا، وسهل. ما كيعجبوكش هاد الكائنات ما تدخلش تفرج فيهم، ما كيعجبكش تيك توك ابليكاسيون ما تانستاليش، حيت هاد الناس راه حنا اللي كندخلو نتفرجو فيهم وحنا اللي كنتبعوهم ماشي الدوله. خي اشرف يلا نتفرجو في انا سمكه راه داير لايف.